سؤال بقى ايه يعني في لا صراحة، لا آه. شايف خالد قمر وباولو النهارده أدوا اللي عليهم؟ انا بتكلم ليه على الاثنين دول، دول المفروض النهارده اللي كان كابتن علاء عبد العال عامل عليه المجهود الكبير وهو هداف فريق داخليه. الناحيه الثانيه فريقنا كان عامل اكيد برضو عبء كبير على خالد قمر، وجات له فرصه في منتهى السهوله والفريق كسبان اتنين، لكن اضحى بغرابه شديده اعتقد هيقف عندها كتير. طب انا يعني شايف كده، هقول لك خالد قمر انا بعتبر خالد من الفراوده الجيدين جدا. انا بعتبر خالد من الفراوده الجيدين جدا. اه تاني حاجه يعني لو بتتكلم في خالد انا مش عايز احمله فوق طاقته، يعني انا شايف ان خالد كل فتره لعبه كلها مش مكمله 6 شهور في نادي الزمالك. فبتتكلم في تجارب مر بيها سنه وسنتين لغايه ما اثبت نفسها في الانديه بتاعتها. فبتتكلم خالد النهارده انا بقول بقى الفتره فاتت، انا هقول سوء توفيق يعني انا عشان اكون يعني رحيم بيه شويه هكون اقول سوء توفيق. هو بيجتهد بشكل جيد جدا، جون هيجي هو بس ما يحملش نفسه، ينسى خالص ان هو وانا الكلام ده بتكلم فيه يعني دايما في تليفونات بيني وبينه، ودايما اقول له ما تحطش في دماغك انك تركز انك تجيب جون. يعني انت طول ما هو مركز ان هو يجيب جول يضيع، طول ما هو بص يا كابتن طول ما هو رايح وحط عايز يحط الكوره بشكل جمالي كده ومركز ان يجيب جول مش هيجيب جول. هو طول ما هو حاطط نفسه تحت ضغط فمش هيجيب جول، هو يسيب نفسه خالص. والكوره دي ياما عاندت ناس كتير جدا. انا واحد من الناس فضلت قبل كده 8 ماتشات 10 ماتشات ما اجيبش جوان. ايمن منصور 11 ماتش. فبتتكلم في ده بالنسبه لخالد قمر، فانا بقول له يعني ايه، انت اهدى، انت بتعمل مجهود جامد جدا، بتحرك يعني انت محطه جدا لفريقك انت وباسم واحمد علي، فانت اعمل شغلك الجون هيجي. النهارده الراجل طبعا بتاع حسام برضو انا قلت لك ان الناس كلها لسه راجعه، يعني انت ما تقدرش تحكم على مستويات اي حد، ما تقدرش تقدر النهارده تقول ان خالد انا احكم عليه النهارده او فلان او فلان. لا النهارده معلش احنا نديهم عذر، ندي الانديه كلها عذر النهارده، الفرقه كلها اللعيبه كلها نديها عذر ماتش واثنين ثلاثه كمان، لان انت تراجع بعد توقف والدنيا كان الدوري هيرجع مش كده، فكان كل دوت حاطط نفس فريسك، يعني انت كنت حاطط هتلعب ومش تلعب، فكل ده كان تقدر كان نايم يعني. فبالتالي لما تيجي ترجع لازم ترجع بقى ماتش او اثنين او ثلاثه عشان ترجع لمستواك الطبيعي. لا والدليل على كده وتاكيدا لكلامك وكلام كابتن صلاح وكابتن ساري قبل الماتش ان احنا النهارده 5 ماتشات ب5 اهداف. صحيح. لسه بنسخ. طيب كابتن صلاح